من رفح جنوب قطاع غزة ينضم إلينا مراسل الحدث أحمد حرب. أحمد أهلا بك معنا. إذن جديد التطورات الميدانية، أين يتركز القصف الإسرائيلي؟ ولنبدأ من البريج. نعم، في المناطق الوسطى في وسط القطاع مخيم الغازي، مخيم البريج، هذه المخيمات تتعرض إلى من الاستهدافات الإسرائيلية، سواء كانت من الطائرات الحربية الإسرائيلية تستهدف منازل في هذا المخيم، والمدفعية الإسرائيلية المتمركزة في هذه المخيمات بين وقت وآخر تقوم باستهداف المنازل والأراضي الزراعية الفارغة في تلك المناطق، خاصة أن هذه المناطق تعتبر منطقة توغل وسيطرة من قبل القوات الإسرائيلية المتمركزة في شرق هذه المخيمات. حتى اللحظة القصف الإسرائيلي يتركز أيضا في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، هذا الحي الذي يتعرض إلى عملية عسكرية برية واسعة النطاق. هناك استهدافات من المدفعية الإسرائيلية في شرق وشمال هذا المخيم، هناك اشتباكات متواصلة ومستمرة أيضا في هذا الحي، خاصة وأن الجيش الإسرائيلي توغل فيه من أجل تدمير البنى التحتية والقدرات العسكرية لحركة حماس من أنفاق وغيرها، كما يدعي منذ بدء العملية العسكرية في هذا الحي. التركيز الآخر أيضا هو في مدينة خان يونس التي تعتبر أيضا منذ أكثر من شهر ونصف وهناك قتال من قبل القوات الجيش الإسرائيلي، خاصة في المناطق الشرقية وأيضا الجنوبية الغربية. نعم. هناك عمليات توغل واستهداف من المدفعية الإسرائيلية، الطيران الحرب الإسرائيلي يستهدف أيضا منازل خاصة في حي الأمل غرب مدينة خان يونس، ولا زالت أيضا الاشتباكات متقطعة في هذا. دعنا نبقى في خان يونس إذن أحمد، وفيما يتعلق بالتوغلات والاشتباكات أين تتركز بالتحديد وإذا ما كانت في كثافة مستمرة؟ بكل تأكيد خان يونس تعتبر مسرح للعمليات العسكرية الإسرائيلية، خاصة في المناطق الغربية وأيضا الشرقية. حي الأمل هناك قوات إسرائيلية متوغلة تفجر مربعات سكنية بشكل كبير، المناطق أيضا الجنوبية هناك استهدافات من المدفعية الإسرائيلية المتمركزة في هذه المناطق، وهناك أيضا اشتباكات في الجهات الغربية من مدينة خان يونس. في محيط مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر وأيضا مجمع ناصر الطبي هناك عدة استهدافات من قبل الطيران الحرب الإسرائيلي لعدد من المنازل، وأيضا المناطق الشرقية خاصة عبسان وخزاعة والزنة، هذه المناطق تعرضت إلى عمليات تجريف وتفجير لعدد كبير من المنازل فيها، وسط أيضا اشتباكات بين وقت وآخر تكون في هذه المناطق بين عناصر الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. حتى اللحظة التركيز من الجيش الإسرائيلي هو في خان يونس جنوب القطاع، في أيضا في حي الزيتون جنوب مدينة غزة. هنا في رفح قبل دقائق كان هناك استهداف لمنزل في منطقة الشوكة شرق رفح، أسفر عن ضحية وأربع إصابات، وما زالت أيضا الزوارق الحربية الإسرائيلية تستهدف المناطق الغربية لمدينة رفح بين وقت وآخر بشكل مكثف، خاصة إطلاق الأعير النارية من قبل الزوارق الحربية في بحر مدينة رفح جنوبي القطاع. أحمد، أيضا فيما تبقى لنا من وقت، أي تداعيات تفاعلات جديدة، أي تفاصيل إضافية يمكن أن تطلعنا عليها فيما يتعلق بهذه المذبحة الأخيرة في دوار النابلسي؟ يعني حتى اللحظة الصحة تقول بأن عدد الضحايا وصل إلى 112 ضحية، أكثر من 760 إصابة وصلوا إلى مشافي مدينة غزة، خاصة مجمع الشفاء الطبي مستشفى كمال عدوان. قبل قليل القائم بأعمال مدير مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع يقول بأن هناك عدد كبير من قبل الأطباء في التعامل مع المصابين والجرحى من هذه المجزرة، وبالتالي سوف يكون هناك يعني أعداد إضافية لهذا الرقم الذي صدر منذ الأمس من قبل الصحة الفلسطينية فيما يتعلق بأعداد الضحايا نتيجة عدم قدرة الأطباء على إجراء العمليات الجراحية، نقص في المستلزمات الطبية في المعدات لإجراء العمليات الجراحية، ليس هناك بالتخدير لإجراء عمليات جراحية، هناك توقف للكهرباء، نفاذ للوقود، وبالتالي الأوضاع الصحية صعبة للغاية، وهذا يعني ينذر بزيادة أعداد الضحايا نتيجة هذه المجزرة بسبب عدد كبير من الإصابات يحتاجون إلى تدخلات جراحية كبيرة، وهذا غير متوفر
لدى المشاكل في مدينة غزة وشمالها. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والتفاصيل، مراسل الحدث أحمد حرب كنت معنا من رفح جنوب قطاع غزة، شكرا جزيلا.